اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفكير وتدمير. احب اشكر اليوتيوبرز اللي شاركوا معايا امبارح في الحمله اللي كنا بنعملها للنشر في الجروبات. في شادي محمد، بسام اهلاوي، ياسين مرقاوي، محمد ناجي، هم دول الاربعه اللي شاركوا معايا امبارح، وكل واحد نفذ الشروط بالظبط اللي انا قلتها، اللي هو نشر في 10 جروبات من الجروبات اللي كنت حاطط اللينكات بتاعتها. نشروا بنفس النظام اللي انا قلته بالظبط، اللي هو اسم الفيديو تحتها جمله لينك الفيديو او الكومنت، وحطوا الصوره بتاعت الفيديو، وفي اول كومنت فعلا حطوا لينك الفيديو، وبعد كده عملوا لي منشن، فصراحه يشكروا يعني. وفي كمان تحديدا محمد ناجي نشر لي في جروب زياده كمان من عنده، فشكرا لكم كلكم بجد. بصراحة يا جماعة أنا اتفرجت على القنوات بتاعتهم، القنوات بتاعتهم بصراحة متعوب عليها، بيعملوا شغل حلو فيستاهلوا الدعم. في معانا أول واحد شادي محمد، قناته اسمها قناة اي جي ان، دي متخصصة بقى في مراجعة الألعاب، بتقدم برامج مختلفة، بيتكلم عن مواضيع تخص الجيمنج، بيعمل تجميعات، بيعمل جيم بلاي من وقت للتاني. تعالوا كده نتفرج على قناته. اول حاجه، ما احلى حاجه فيه ان هو ملتزم ومنتظم على القناه، يعني بمعنى زي ما تشوفون شايفين ادي في فيديو امبارح، من 4 ايام فيديو، 6 ايام فيديو، اسبوع، يعني في الاسبوع الواحد بيعمل كذا فيديو. دي اهم حاجه عشان قناتك تنجح، لازم تلتزم وتبقى منتظم على القناه بتاعتك، فدي حاجه حلوه احييه عليها. هو يا جماعه يعني مثلا شوفوا الفيديوهات بتاعته نوعيتها لذيذه، يعني هو مش مجرد بيعمل جيم بلاي وخلاص، لا بيعمل مثلا يا جماعه زي ما انتم شايفين انه عامل فيديو حلو اللي هو بيقول ايه المخيف في العاب الرعب. صراحة اتفرجت على الفيديو ده، فيديو جميل جدا. بصوا يا جماعة تعالوا اوريلكم الفيديو عامل ازاي. اول حاجة الانترو بتاعت القناة جميلة لذيذة، بادئ بموسيقى حلوة في الفيديو، موسيقى مرعبة شوية بتعبر عن دلع العاب رعب، ما بدأش بسم بالكلام الله على الرحمن طول، الرحيم. بس يعني دي حركة حلوة بصراحة، ان هو ايه بيسيب الاول الناس تتفرج على حتة كده من جيم بلاي. جيمرز ستيشن، وهنتكلم في حلقة النهاردة عن ليه ألعاب الرعب بتخوف. بس قبل ما نبدأ خلينا نديكم نبذة صغيرة عن ايه هي ألعاب الرعب. لما بفكر في ألعاب الرعب بيجي في دماغي حاجات غير اعتيادية في حياتنا اليومية، وبنشوف حاجات غريبة مش متعودين عليها. ففكرت في يوم من الأيام لو حصلت لي الحاجات دي هتعامل معاها ازاي؟ مثلا انت في اجواء مخيفه في حته متعرفهاش وكل القرايبين عندك اختفوا، هتعمل ايه ساعتها؟ وده بيخليني اسال نفسي سؤال مهم، ايه المميز في العاب الرعب؟ المميز فيها انك بتعيش في تجربه مختلفه، وان المبرمج بيعيشك في بيئه مناسبه للمحتويات دي، مثلا زي تصميم اللعبه. خدوا بالكم يا جماعه نوعيه الفيديوهات دي كمان ما بتبقاش سهله ان انت تعمل مراجعه العاب، دي ما بتبقاش سهله وبتاخد مجهود كبير. ليه؟ لان اول حاجه بصوا يا جماعه بيضيف موسيقى، وبعد كده لازم عشان الكلام اللي هو بيقوله ده لازم الاول بيبقى مجهزه، بعد كده بيعمل له سكريبت، بعد كده يقعد يقرا كذا مره عشان يبقى جاهز لما يجي يعمل فيديو، وبيجيب مقاطع فيديو من العاب رعب مختلفه، فالموضوع مش سهل، الموضوع ده بياخد وقت، ففعلا القناه بتاعته تستحق الدعم، والقناه بتاعته فيها شغل حلو جدا، وصوت المايك واضح، وبيعمل فيديوهات بجوده اتش دي، ودي بصراحه من اهم الحاجات اللي بتخلي اي قناه ان هي تبقى قناه ناجحه. فجماعه شادي محمد القناه بتاعته فعلا تستحق الدعم، يا ريت يا جماعه تشتركوا له في القناه وتشجعوه ان هو يكمل في اليوتيوب، وقناته تكبر بسرعه في اقرب وقت ان شاء الله. تاني قناه معانا هي القناه بتاعت بسام اهلاوي، قناه اسمها باس بلايز، بيعمل جيم بلاي والعاب اونلاين، وبينزل على الموقع بتاعه باتشات والعاب. كم تعال الاول نشوف القناه بتاعته، خلينا الاول نشوف القناه. بصوا هنا يا جماعه القناه بتاعته منوعه ما بين يعني مثلا طريقه تحميل برامج، طريقه تحميل كراكات العاب، طريقه تحميل باتشات العاب، يعمل جيم بلاي من لعبه، يعني قناه منوعه فيها شغل حلو. واللي عجبني في قناته صراحه ان هو بدا يطور المحتوى بتاعه، بمعنى هو قبل كده مثلا لما كان بيجي يشرح حاجه كان بيشرحها اللي هو بنظام ايه، ان هو يعرض الصور وموسيقى وشرح، يعني شرح بالصور مش شرح بالايه بالكلام. في الاول كان بيعمل كده، لكن دلوقتي بدأ يطور المحتوى بتاعه بطريقه احسن. بصوا يا جماعه الانترو بتاعت القناه بتاعته جميله جدا، انترو ممتازه فعلا، بصوا انترو جميله جدا مفيش كلام عليها. بصوا دي بس الحته اللي انا بتكلم عليها، انه الاول كان بيعمل الشرح بالصور، يعني صور بتوضح لك الخطوات. اخر فيديو هو عامله اللي هو لسه عامله امبارح، اللي هو تحميل تثبيت التورنت، برنامج التورنت احدث اصدار بتاع 2018. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم بسام من قناه باس بريس، ودي تورنت اخر اصدار معانا 2018.
طبعا هتروح اللينك اللي في الوصف وتدخل هتعمل هتضغط على الزر ده تنزل. دي احلى حاجه يا جماعه ان هو بدا يشرح بصوته، وطبعا زي ما انتم شايفين كمان الفيديوهات بتاعته بيعملها بجوده اتش دي، ودي حاجه كويسه جدا على القناه. طبعا خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، ان انت تشرح بصوتك دي حاجه حلوه، بيدي مصداقيه لليوتيوب. فاحلى حاجه يا جماعه ان هو بدا يطور من محتواه وبدا يشرح بالصوت. الشرح بالصوت ده يا جماعه بيبقى احلى صراحه، لان انت لما بتشرح بصوتك بتعرف الناس انت بتعمل ايه، فبيبقى الموضوع اسهل كتير بالنسبه لهم عن ان هم يتفرجوا على صور بتتحرك، ان ممكن في خطوه ما يفهموهاش فيبقى الموضوع صعب شويه. فبصراحه احييه على الحركه اللي هو عملها ديت، وباذن الله قناته باذن الله تكبر، لان هو كمان من الناس الملتزمه يعني. برضو بصوا يا جماعه تعالوا نشوف كده القناه بتاعته، بصوا اهو فيديو امبارح، فيديو من اسبوع، فيديو الاخر اسبوعين، تلاقوا في كذا فيديو معمولين. بصوا يا جماعه اهم حاجه ان انت تبقى في الاسبوع الواحد بتعمل اكتر من فيديو، او على الاقل لو الدنيا عندك يعني مثلا عندك مشغولات او كده، تعمل على الاقل فيديو في الاسبوع كده، يبقى انت ايه ملتزم على قناتك وباذن الله تحقق احسن نتائج. فانا شايف يا جماعه القناه بتاعته تستحق الدعم، يا ريت تشتركوا وتشجعوه عشان يكبر اسرع في اليوتيوب. عايز اقول لكم يا جماعه حاجه حلوه قوي، الموقع بتاعه انا شفته اللي هو الموقع الباس باتش دوت، صراحه يا جماعه انا اتفاجئت من الموقع. الموقع منظم جدا بطريقه رهيبه يعني. وبعدين اول بصوا اول لما تيجي تفتح الموقع يجي لك البوب اب ديت اللي هو فيها القناه بتاعته، بيدعوك للاشتراك في القناه. الطريقه منظمه، هتلاقي فوق في قسم باتشات، ملحقات باتشات، قسم الالعاب، قسم الكونسول اندرويد، في نظام في الموقع. طب اقول لكم على حاجه، انا نفسي الموقع بتاعي ما اعرفش اعمله كده، هقول لكم اهو تعالوا كده اوري لكم حتى المدونه بتاعتي عامله ازاي. ده اخري المدونه بتاعتي، بصوا عامله ازاي، اللي هو المواضيع كده تحت بعضها، انا بنشر في المدونه كاني بنشر في الفيس صدقوني يعني. مجرد اللي هو ايه، بجيب الحته اللي المفروض يتنشر فيها واقوم كاتب الموضوع كلمتين كده، واقوم حاطط الصوره وادوس نشر بس، انما ما اعرفش اعمل الكلام اللي هو عامله ده. فصراحه يا جماعه انا شايف ان هو بيتعب في المحتوى بتاعه ويستحق الدعم. تالت قناه معانا هي القناه بتاعت ياسين مركاوي. تعالوا نتفرج على القناه بتاعته. هو في القناه بتاعته بيعمل جيم بلايز وبيصور نفسه في سكام مع الجيم بلاي. صراحه يا جماعه اول حاجه لفت انتباهي في القناه بتاعته ان هو منتظم برضو على القناه، ودي زي ما قلت لكم من اهم الحاجات اللي بتنجح اي قناه. ان هو بصوا هنا يعني تلاقوا اهو فيديو امبارح، فيديو اوله، او تقريبا الفيديو التاني ده كان امبارح برضو، من 4 ايام في كذا فيديو عمله، يعني تلاقوا في الاسبوع الواحد في كذا فيديو. يعني هو تقريبا نقدر نقول الخلاصه ان هو في الاسبوع الواحد بينشر اكتر من فيديو، ودي حاجه كويسه جدا. بصوا يا جماعه هو لسه في فيديو لسه نشره من نص ساعه، قال لي تحديدا ده الفيديو اللي نفسه اتكلم عنه، او ده الفيديو اللي نفسه ان انا احط اللينك بتاعه على قناتي. 3 2 1 يا رب تطلع لي دشاشه جو. لا يا شيخ حلوه جدا الانترو بتاعته. السلام عليكم، معكم الكيوي. طريقه الانترو بتاعته حلوه، اللي هو ايه احلى حاجه يا جماعه ان انت الانترو ما يبقاش في بدايه القناه كده، وش احلى حاجه ان انت تبدا تتكلم شويه وبعد كده تقوم تك داخل بالانترو، بعد كده ترجع الفيديو تاني. دي احسن حاجه بصراحه، بتدي يعني احساس حلو كده وانت في بدايه الفيديو، بيحمسك ان انت تكمل الفيديو. صراحه يا جماعه التعليق بتاعه عجبني يعني، طريقه التعليق بتاعته لذيذه يعني. بص هوري لكم بيعلق ازاي على الفيديوهات. حلو حلو جدا بصراحه، طريقه التعليق بتاعته لذيذه بصراحه، جميله يعني. طبعا حلقات في الان راح تكون موجوده تحت الصور، طبعا انا ما كنت معاهم فاير، طبعا كل الان راح موجود تحت. طبعا صورت حلقه لكن خرب لما مت، خرب اوكي مت هني مت في الان فاير. طبعا متى ما تشوفوا تكلمت مع عمر قال لي 10 يعطيني هدايا، ف يب 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 يب. فاتمنى يعني توصل هذا المقطع 3 لايك 20 لايك، يعني مثل ما يعني راح اشوف عليه يعني. ده يعني شغل حلو فعلا. وكمان برضو زي بصوا زي القناه الثانيه عامل برضو الفيديوهات بتاعته اتش دي، ودي حاجه كويسه. بصوا يا جماعه نصيحه، اول ما تبدا يوتيوب لازم تهتم بان الفيديو بتاعك يكون اتش دي، سواء 720 او 1080 ايا كان، بس اهم حاجه يكون الفيديو اتش دي، لان ده بيدي انطباع حلو عن القناه. فالقناه صراحه متعوب عليها، وقناه حلوه، والتعليق بتاع مركاوي لذيذ جدا 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 على الالعاب. القناه تستحق الدعم، ويا ريت يا جماعه تشتركوا له وتشجعوه في ان هو يكمل يوتيوب ويكبر بسرعه، لان القناه بتاعته فعلا قناه جميله. رابع واحد معانا اللي هو محمد ناجي. محمد ناجي بقى عنده قناة
بيحط فيها جيم بلاي والعاب ويجربهم على امكانيات الجهاز. هو امكانيات جهازه جي تي 730 وكورت كواد كيو 905. دي بقى حلوه في ايه؟ ان انت لو عندك نفس الامكانيات ديت تقدر تشوف الالعاب هتشتغل عليها ازاي. لو انت مثلا عايز تشوف لعبه قبل ما تحملها، اللعبه دي هتشتغل ادائها هيكون عامل ازاي، او لو انت اصلا عايز تجيب الامكانيات دي وعايز تتفرج على شكل اداء الالعاب عليها عامل ازاي. تمام، طيب فدي بصراحه حاجه حلوه جدا. وبينزل شروحات العاب، وبينزل برضو ازاي تضيف عربيات وجراج في لعبه جتا في، وبيعمل تختيم العاب، وبيعمل الافكار بقى الفيديوهات الحلوه اللي هي الناس بتحبها، اللي هي زي ايه؟ يقول لك يجيب لك مثلا احسن 10 العاب لسنين معينه، يعني مثلا احسن 10 العاب 2017، احسن 10 العاب 2018، ده بدي مثال يعني، حسب بقى التقييمات، حسب قوه القصه، حسب افضل العاب او حصريه على الكمبيوتر على البي اس. يعني تعالوا نشوف قناته عشان افهمكم اكتر هو نظام قناته ماشي ازاي. اول حاجه برضو هو من الناس الملتزمه زي ما انتم شايفين، يعني في الاسبوع الواحد بينزل اكتر من فيديو. بص هنا مثلا يجرب لك جيم بلاي من نيد فور سبيد باي باك الجديده على الامكانيات بتاعته، يجرب لك لعبه سليبنج دوجز، يتكلم عن احسن 10 العاب مثلا هنا في ما بين 2010 و2013. تعالوا اوريكم بس الفيديو دوت. الانترو ممتازة جميلة جدا حلوة. الا طب تصدقوا بايه الشغل اللي هو عامله ده؟ انا ما اعرفش اعمله، انا ما اعرفش اعمل الحاجات دي بامانه، انا ما اعرفش اعمل الحاجات دي. انا يا دوبك بحط الجيم بلاي وخلاص على القناه. يعني هو بصراحه القناه بتاعته بجد تستحق الدعم، شغله حلو جدا على القناه، والفيديوهات برضو بتاعته زي ما انتم شايفين برضو فيديوهات اتش دي. فصراحه انا شايف ان هو من القنوات اللي تستحق الدعم. يا ريت كمان تشتركوا له وتتفرجوا على الفيديو بتاعته وتساعدوه عشان يكبر في اليوتيوب ويبقى ان شاء الله من القنوات الكبيره في اقرب وقت. احب اشكر الناس دي كلها يا جماعه اللي ساعدتني. انت كمان لو عايز ان ادعم قناتك زي ما انا عملت في القنوات ديت، كل مطلوب منك ان انت بس قبل ما تعمل الموضوع لازم تتفق معايا الاول ان انت في انا فيديو في فيديو اللي هو الفيديو اللي موجود على القناه بتاعتي. ثواني كده يا جماعه، الفيديو اللي هو بتاع نسيت اقول حاجه، الفيديو ده هتخشوا عليه هتلاقوا ثواني يا جماعه، هتلاقوا في تحت هنا الجروبات الكبيره اللي انا فيها كلها. انا حاطط هنا خلاصه جروبات الجيمرز اللي هي افضل الجروبات، اللي هي الجروبات اللي معديه على 10000، بس في كذا جروب بالغلط، كام جروب كده حبه قليلين يعني مش كتار، اقل من 10000 دول حطيتهم بالغلط. يعني دول لما تيجوا تنشرهم ابعدوا عنهم لغايه بس ما هبقى اشيلهم يعني من الوصف وكده. الفكره كلها ان انت بتنشر الفيديو بنظام زي ما انا، يعني زي ما انا بنشر بالظبط. يعني بص انا هوري لكم انا بنشر الفيديو ازاي. بصوا يا جماعه مثلا ادي فيديو، بقول اول حاجه اسم الفيديو، للاسف اتخدعت في اليوتيوبرز الكبار، ده اسم الفيديو. بعد كده بقول لينك الفيديو اول كومنت، بعد كده اقوم حاطط صوره الفيديو اللي هي الصوره المصغره احطها اللي هو الثامبنيل، بعد كده اجي في اول كومنت اقوم حاطط الفيديو نفسه. هي دي فكرة النشر اللي انا عايزكم تعملوها. الفكرة كلها ان انت بتنشر لي بالطريقة ديت في 10 جروبات من الجروبات اللي نحطهم في الليستة، مش اي جروبات، وبتعمل لي منشن. المنشن ده ليه؟ عشان انا راجع وراك اتأكد ان انت نشرت فعلا في 10 جروب. بعد ما بتعمل الموضوع ده بتقوم تديني لينك القناه بتاعتك وتقول لي اقول ايه عنها، يعني انت بتوصف لي قناتك عشان لما اجي اتكلم عنها ابقى عارف هقول ايه، وبقوم عامل فيديو الدعم واتكلم فيها عن قناتك واحط لينك القناه. عايز اقول لكم يا جماعه ان الاربع قنوات دول اللينكات بتاعتهم موجوده في هتلاقوها في الوصف تحت الفيديو. يا ريت يا جماعه توصلوهم لاكبر عدد من المشتركين، يعني اصل حرام ان قنوات زي ديت تبقى اقل من 1000 مشترك. يعني عدوهم بقى، يعني خلوهم يعدوا ال 1000 مشترك، لان حرام القنوات دي. المره الثانيه بقول حرام القنوات دي، هم بيتعبوا على المحتوى بتاعهم فحرام ان هم يكونوا اقل من 1000 مشترك. في حاجه امبارح بقى كوميديه حصلت ضحكتني قوي. هم لما نشروا لي الفيديوهات في الجروبات، في كام واحد كده اتلاقيتهم بيعلقوا في كومنتات يعني وكده بيشتموا فيا.
تمام. فحتى في واحد من الناس اللي بتنشر قال له يا عم انا مالي انت بتشتم ليه؟ قال له لا اصل انا بشتم فادي. وبيشتمني ليه بقى؟ عشان متغاظ من حاجه. هو في كذا واحد، بصوا يا جماعه عملوا لي بلوك من الاربع اكونتات بتاعتي كلهم. انت عارفين طبعا انا عندي اكونتات كتير، بس في اربعه اساسيين هم دول اللي بنشر منهم دايما كده. ففي كام واحد كده عمل لي بلوك من الاكونتات كلها، فقام ظهر لهم الفيديوهات برضو بتاعتي، ظهرت لهم ازاي؟ عشان انا امبارح ما كنتش انا اللي بنشر، كان هم اللي بينشروا. فالفيديوهات برضو ايه ظهرت للناس ديت. فحب اقول لكم يا جماعه، يعني انتوا خدوا بالكم، انا وراكم وراكم، انا وراكم وراكم. لو انت عملت لي بلوك الاكونت هتلاقينا جالك من اكونت تاني، عملت لي بلوك الاكونتات كلها هتلاقينا جيت لك من اكونتات الناس. فانا وراكم اكتر. بقول لكم على حاجه، بص وراك دلوقتي هتلاقيني. ايوه بص وراك دلوقتي هتلاقيني. تعمل ايه يا اهبل؟ انزل اعمل لايك واعمل شير للفيديو ده، واشترك لو ما كنتش مشترك. شكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.